يعني تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكركم بعدا اولا الاخ على هذه الفرصه اللي عطيتينا، وحنا رحنا ولاد الميدان وجدنا سنين هنا في هذا الميدان هذا، وفات لي فوز بطولة المغرب جوج المرات، وربحت ماراطون مراكش وماراطون الدار البيضاء، وعندنا الشرف كبير بان المدينه ديالنا احتضنت هذه التظاهره اليوم، لان شاركوا ابطال كبار صراحه. الفائز ببطولة المغرب ديال هذه السنه هذا جا شارك، وهو اللي ربح هذا السباق، واللي دخل المرتبه الثانيه هو اللي حمزه السهلي من الجيش الملكي، ولد القصر الكبير، هو المرتبه الثانيه اللي دخل. بالنسبه للكبار بالنسبه للكبار يعني كبار عرف مشاركه ديال الابطال، نقولوا دوليين نعم. لان هذاك حمزه السهلي راه شارك ماراطون ديال الصين ودخل دوزيام، وذاك اللي دخل المرتبه الثانيه هنايا دخل هو الاول في البطوله العالميه الجامعيه. يعني الحمد لله التظاهره كانت ناجحه، كنشكروا السلطات، كنشكروا كل من ساهم من قريب ومن بعيد. نعم، والتقييم ديال باقي الفئات؟ الفئات الحمد لله كانت واحد المشاركه مكثفه، هنا وصلت تقريبا المشاركه تقريبا اكثر من 500 مشارك، الاطفال، اطفال صغار، كتاكيت، براعم، فئات الفتيات، الفتيان، والحمد لله هذه يعني. وكنظن انا واش يمكن تكون على الوضعيه ديال اللي كتعيشها على عام القوى والمستقبل ديال الممارسه يعني. والحقيقه زعما كنتاسفوا كثير بان العاب القوى من مدينه العرائش، زعما الحقيقه كنعرف واحد اللامبالاه، لان حنايا كاع الدراري اللي كنجريو احنا كنصرفوا من الجيم ديالنا، واي تضحيه راه حنا كنضحيوها من الجيم ديالنا، وكنمشيو كنشرفوا المدينه، واللي خاطر في الامر هي كنمشيو كنشاركوا مثال في ماراطون مراكش ولا ماراطون، كنجي ما كيسولوا ناس ما كيعرفوناش هو شاركنا وما شاركناش. نعم، ومع ذلك يعني رغم الاحباطات كتقوموا بعمل قاعدي مع الفئات الصغرى. بطبيعه الحال يمكن تقولنا على الممارسه ديال الفئات الصغرى والاسهام ديالك انت في تاثير هذه الفئات. الحمد لله احنا كنأطروا فهمتي اطفال، اليوم ربحوا لنا تقريبا شي 6 ديال الاطفال صغار، والحمد لله هذوك هما المستقبل، وحنا حيت حنا كنبغيو الرياضه كنبغيو المدينه ديالنا، ما كننتظروش المقابل لان جينا نتظروا. اذا هذه مناسبه باش تذكرنا نسبه المشاركه ديالكم ديال انتوما، وشحال يعني ذكرنا التسميات اللي توجوا في هذه البطوله. الحمد لله ولا العدو الريفي بعرائش. البنت ديالي تكلاصات المرتبه الاولى، البنت ديالي المرتبه الاولى فئه الشباب. حيتان؟ حيتان آية. العمر ديالها؟ العمر ديالها 16 سنه. نعم، وباقي المتسابقات والمشاركات؟ المتسابقات زعما الاسماء كاملين ما نقدرش، وانما انا قلت لك تقريبا واحد 8 ولا 9 ديال العداءات ديالنا داو ميداليات. كيفاش كان التقييم ديالك لمستوى المشاركه ديالكم؟ المشاركه الحمد لله التقنيه ومن ناحيه ناجحه الحمد لله، على مستوى العدد الكمي وعلى مستوى المشاركه التقنيه ناجحه الحمد لله، لان انت شفتي يعني جاو الناس من مريرت، وجاو الناس من القصار، وجاو من طنجه، وجاو من الشاون باش تكلاصا معاهم ودي جوائز. الحمد لله راه كاينه واحد البادره بالخير. نعم، واش كتطلبوا من المسؤولين يعني باش يمكن يرفعوا على مستوى لا توفى البنيات ولا كذلك دعم للجمعيات؟ المسؤولين زعما استاذ مسؤولين سنين حنا كنطلبوا، الرياضه مهمشه في العرايش، ما كيسمعكش، ما كاينش تظاهره ديال الرقص، والتظاهره ديال يجيبوا لنا المهم السهرات وكذا بلا ما نقول لك، اما الرياضه راه واخا تعيا تهضر. هذا السباق اذا تراجع العاب القوى يتطلب قوه ترافعيه للفاعلين الرياضيين طبيعه، خاصه في مجال العاب القوى، من اجل يعني حتى المسؤولين العنايه بهذه الفئات والنهوض بالرياضه العاب القوى، لان العاب القوى فعلاش معروفه بالتاريخ ديالها. التاريخ ديالها عطاتها وخاصها تكون واحد الاستمراريه يعني باش في المستقبل. عطات ابطال الرياضه العدوري فيها، عطات ابطال، عطات البطل عبد السلام الغديري، عطات ابطال عبد السلام الغديري المعروف فيلا، عبد السلام حيمد المعروف بالغديري، بطل كبير فاز ماراطون الدار البيضاء، مراكش، برشلونه، بطل كبير. عطات فيلا راه تربى معانا فهمتي، فات لي ربحت بطوله المغرب، مشيت للمنتخب باش تختار المنتخب راه ماشي ساهل، وحنا كنعيشوا منطقه اللي هي معروفه بالرطوبه ومعروفه باللامبالاه والتهميش، باش دير بلاصتك مع ديك الناس في سباق وطني ولا سباق مثلا نقولوا على جهوي استاذ القضيه.